يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، مدرس في بلادنا درس الطلبة أن الله في السماء على العرش استوى، ولكن عندما سأله الطلاب كيف تكون إجابتهم في الامتحان لأن المقرر الذي هو، يقول: مدرس في بلادنا درس الطلبة أن الله في السماء على العرش استوى، لكن عندما سأله الطلاب كيف تكون إجابتهم في الامتحان لأن المقرر عندهم يقول الله في كل مكان، فقال لهم: تكون إجابتكم كما في المقرر، الله في كل مكان، ولكن قناعتكم بأن الله على العرش استوى في السماء، فما هو التوجيه حيال هذا المدرس وفقكم الله؟ توجيها أن يكتبوا ما في المقرر، يقولون قال المقرر كذا وهذا خطأ وضلال والصواب كذا وكذا، يقولون هذا في ورقة الامتحان، يذكرون ما في الكتاب بنصه ويقولون الصواب والحق هو كذا وكذا. نعم.